اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. مع تطور العلوم الحديثة واختراع التلسكوبات المتطورة، بدأ نطاق العلماء في عالم الفضاء بالاتساع، وبدأوا يبحثون عن الحياة خارج كوكب الأرض، فاكتشفوا النظام الشمسي الذي نعيش فيه والكواكب التي تحيط بنا. لكن ومع تقدم العلم والخبرات، أصبح بالإمكان اكتشاف كواكب وأجرام سماوية خارج نظامنا الشمسي والمجرة التي ننتمي إليها. هذه كواكب تبعد عنا آلاف السنين الضوئية. تابعوا معنا. كوكب WASP-12b هو كوكب ذو شكل بيضاوي بحجم كوكب المشتري، يتميز بقربه الشديد من نجمه، الأمر الذي يسبب له التآكل والفناء المستمر، وهذا الأمر يسبب له فقدان مئات الأطنان من كتلته في الثانية. كما إن عملية التآكل هذه بالإضافة إلى الجاذبية من العوامل التي تكسبه الشكل البيضاوي الغريب. الكوكب الثاني على القائمة كوكب الصخرة الملتهبة أو كوروت 7b. كما هو حال معظم الكواكب، فإن هذا الكوكب لا يدور حول نفسه، ما يكسبه وجهين: وجه ملتهب حار يعاني من حرارة جحيمية تصل إلى 2000 درجة مئوية، ووجه مقابل بارد مظلم جدا تنخفض فيه الحرارة إلى 200 درجة مئوية تحت الصفر، لذلك يسمى بالكوكب الملتهب. أما الاسم الثاني فهو نسبة للتلسكوب الذي اكتشفه. الكوكب الثالث على القائمة هو الكوكب السماوي الثلجي الملتهب. يحمل هذا الكوكب اسما غريبا، فهو ثلجي وملتهب في آن معا. يكسو الثلج سطح هذا الكوكب، مما يجعل العلماء يعتقدون أنه بعيد عن نجمه. لكن ومع تطور العلوم تبين أنه قريب من نجمه ويستمد منه الحرارة، لكنه كوكب شديد الجاذبية في مركزه، الأمر الذي يمنع بخار الثلج من التطاير عند ذوبانه، وذلك ما يجعله يبدو كالملتهب مع بقاء الثلوج على سطحه. الكوكب الرابع الكوكب ذو الحلقات الضخمة أو ما يسمى BG-1407b. ما يميز هذا الكوكب الحلقات الغريبة التي تدور حوله، فهو صغير الحجم محاط بحلقات عملاقة ضخمة تدور حوله باستمرار، ومن المجهول حتى الآن كيف استطاع هذا الكوكب الصغير جذب تلك الحلقات إليه. يبعد هذا الكوكب عنا حوالي 400 سنة ضوئية، ومن غير المنطقي تشبيه حلقاته بحلقات كوكب زحل لأنها أكبر بحوالي 200 ضعف، كما إن زحل كوكب كبير جدا مقارنة بحلقاته. الكوكب الخامس كوكب كانكري 55، يقال عنه أنه الكوكب الثمين. هذا الكوكب من الكواكب التي تثير الدهشة لغرابته، هو كوكب من الألماس وليس من الصخر العادي. تشكل هذا الألماس نتيجة الضغط والحرارة العاليين التي خضع لها هذا الكوكب، فتحول محتواه من الكربون إلى عناصر ثمينة أهمها الألماس. تقدر كتلة الألماس على سطحه ب 26.9 نونيليون دولار، لكن ومع الأسف لا نستطيع الحصول عليه لبعده وصعوبة الوصول إليه حالياً. يبلغ حجم هذا الكوكب ضعفي حجم الأرض، ويصل محتواه من الألماس إلى الثلث، ولو أننا استطعنا الحصول على ثرواته لا وفيت جميع ديون الحكومات في العالم والمقدرة ب40 تريليون دولار. الكوكب السادس كوكب الثقب الأسود أو ما يسمى TEES-2b. يسمى هذا الكوكب بالكوكب الغامق والكئيب، فلا يظهر منه إلا كتلة حمراء قاتمة.
السبب في ذلك أن غلافه الجوي لا يعكس الأشعة الساقطة عليه، وبالتالي لا يعطي لونا مميزا زاهيا، وإنما يعكس مقدارا ضئيلا جدا من الضوء يكسبه هذا اللون القاتم. تبلغ كمية الأشعة التي يعكسها حوالي 1% فقط من الضوء الذي يتلقاه، ويبعد عن مجموعتنا الشمسية مسافة تقدر ب 750 سنة ضوئية. الكوكب السابع، كوكب كابلر 438b. يتميز هذا الكوكب بأنه أحد الكواكب الشبيهة بالأرض التي تم اكتشافها، فالمسافة المتوسطة التي يبعد بها هذا الكوكب عن نجمه سمحت بتواجد الماء على سطحه بصورة سائلة، ومن المعروف أن الماء من العناصر الرئيسية حيثما وجد وجدت الحياة. يبعد هذا الكوكب عن مجموعتنا الشمسية حوالي 740 سنة ضوئية، وقد تم اكتشافه بواسطة تلسكوب أمريكي، ومن المتوقع إيجاد الحياة على سطحه قريبا. الكوكب الثامن، كوكب جليز 581c. يتشابه هذا الكوكب مع سابقه بأنه شبيه الأرض من حيث توافر المواد الضرورية للحياة على سطحه، إلا أنه يختلف عن الأرض بوجوه عدة، منها أن هذا الكوكب لا يدور حول نفسه على عكس الأرض، بل إنه مقيد كالقمر يدور حول نجمه الصغير الذي يسمى القزم الأحمر. ويمتاز هذا الكوكب بوجود وجهين، أحدهما مقابل للنجم حار جدا، والآخر بعيد بارد جدا، وبينهما منطقة معتدلة يتوقع إيجاد الحياة فيها. الكوكب التاسع، الكوكب الزجاجي أو كوكب HD189733. يملك هذا الكوكب لونا أزرقا جميلا زاهيا، يعود لاحتواء غلافه الجوي على كمية كبيرة من السيليكون، كما إن هذا الكوكب محاط بالغيوم الكثيفة التي تمطر قطعا من الزجاج بدلا من المطر. قرب هذا الكوكب من نجمه والضغط الذي يتعرض له يجعلان جزيئات السيليكون تنهمر على سطحه باستمرار، كما أن الرياح الشديدة تحرك فيه الزجاج دوما. كانت هذه مجموعة من الكواكب التي تم اكتشافها حتى الآن. أخبرونا في التعليقات هل تعرفون المزيد من الكواكب التي تم اكتشافها حديثا، وهل تعتقدون أن هناك حياة في مكان ما في الفضاء الخارجي؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.